مساء انتم بالخير مساء باعتزاز وشرف بالغ وسعادة كبيرة أتواجد بينكم اليوم للاحتفال بهذه الذكرى الجديدة ذكرى 49 لذكرى الاستقلال يوم الجلاء 30 من نوفمبر. أشكر كثيرا الأخوة في رأس تجالي وعلى رأسهم الأخ العزيز أحمد الوالي وكل وجهات وأبناء الجالية. أتشرف بأن أكون مع مجموعة من الآباء ومن مناضلي حرب التحرير ومناضلي الثورة، وتشرفنا كثيرا بالكلمة الضافية للوالد الصلاحي، وسعيد جدا بأن أرى كذلك هذه النخبة الكبيرة من أبناء الجالية يعني شيبة وشبابا وفي هذه الدولة المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أتمنى أن يكون وجودهم في هذه الدولة إضافة نوعية يتفاعلوا فيها بشكل إيجابي مع هذا المحيط الذي فيه الكثير من الإيجابيات وفيه كذلك مما يجب تجنبه، لكن أنا متأكد أننا في هذا الظرف الصعب شعبنا بحاجة إلى رأى صحية، بحاجة إلى الناس ليسوا مثقلين بهموم الرتم اليومي والواقع اليومي الذي يعيشه وطننا، ناس أكثر قدرة على التفاعل ويروا كيف تدار دول العالم، يروا حجم الانفتاح، حجم التفاعل والمرونة، يروا كيف كل القوميات، كل الألوان، كل الأديان، كل الطوائف كيف تتعايش، كيف تبني بلدانها، كيف حتى عندما تختلف تختلف برقي وبأسلوب حضارها. أتمنى ونحن في هذا الجو أن نستلهم هذا المحيط، والأهم أن نستلهم ونحن نتكلم عن 30 نوفمبر. لا يمكن لنا إلا أن نتكلم عن عدن، عدن وما شكلته في ضميرنا وفي وجداننا، عدن التي كانت حاضرة العالم، عدن التي كانت مدينة كل اليمنيين، عدن التي استقبلت الثوار من كل مكان، عدن التي استطاعت بانفتاحها وبتفاعلها وحضاريتها أن تشكل ما شكلته في تاريخنا اليمني. اسمحوا لي قبل أن أستطرد في مفرداتي أن أنقل لكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبد الرب المنصور هادي رئيس الجمهورية وصاحب مشروع اليمن الاتحاد الجديد، الذي لولا هذا المشروع لما تحقق لنا الكثير، ولولا هذا المشروع لما خضنا هذه الحرب، هذه الحرب الظالمة، هذه الإشكالية الكبرى التي الآن يواجهها أبناء شعبنا في شماله وجنوبه. سببها الرئيسي هو مشروع الدولة الاتحادية الذي يقضي على كل مشاكل ومركزية والسلطة المستأثرة بالقرار والثورة. لذلك كل هذه الحرب التي قامت، وهذا ما أعلنه يعني علي عبد الله صالح وما أعلنه عبد الملك الحوثي، كان بسبب مشروع الدولة الاتحادية. وأنا خليني أقول لكم يعني مشهد. أنا كنت في صعدة في 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 17/9/2014، يعني 4 أو 7 أيام قبل اجتياح صنعاء، وكان في حديث بحضور يعني المبعوث الدولي ومع عبد الملك الحوثي، فقال أنا مع علي عبد الله صالح في أنه ليس هناك يعني موضوع الأقاليم والدول الاتحادية، هذه مسألة يعني غير واردة، يكفي مقدار من اللامركزية. فقال له الأخ المبعوث الدولي: وهل تعتقد أنه يمكن لتعز أو مال أو تهامة أن تقبل بعد اليوم أن تحكم مركزيا من صنعاء؟ قال: الشمال حقنا، سوف يدو كذا حكمناها وعنحكمها، وأنا قلت لك أن الجيش حقي وما سمعت. قال له: والجنوب؟ قال له: سأقاتل فيه إلى آخر رجل، سأقاتل فيه إلى آخر رجل. هذه الإشكالية الرئيسية التي واجهناها، الاعتقاد بأن هناك سلالة وأن هناك جماعة تملك الحق في السيطرة وفي الحكم وفي الثورة. لذلك أعتقد أنا مع احترامي لكل المشاريع، وأنا يعني أؤكد على ما قاله الأخ أحمد صالح
في الحديث على ضرورة أن نتعاطى مع كل قضايا بانفتاح وبقبول للطرف لكل المشاريع. مهم جدا أن لا نخاطب العاطفة. من السهل على السياسيين، وأنا لست سياسيا، أنا أستاذ في الجامعة، يعني ولم أكن جزءا من كل هذا الصراع، لم ألتحق بالعمل إلا يعني دخلت في هذا العمل السياسي في 2011 عندما قامت ثورة الشباب بحكم تدريسي في جامعة صنعاء، أستاذ في جامعة صنعاء، وكانت ساحة التغيير يعني بجانب أو أنظر لها من الشباك، ووجدت نفسي يعني جزء من هذا الحراك السياسي والثوري، ودخلنا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى أن يعني قادتنا الظروف إلى ما تعرفون من 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 يعني أحداث آخرها اختطافي وأنا أحمل مشروع الدستور. أنا أقول هذا الكلام لأنها يعني أنا أقولها وأنا أشعر أننا بين أهلي، وأنا أعرف أننا بين أهلي وبين ناسي، وأنا بافتخار شديد متواجد معكم وسعيد، وأعرف أنه حتى هذا العلم كم من رأس يعني سقطت يعني من أهلي. أنه حل اليمن هو بالمشروع الاتحادي، أنا هذه قناعتي، هذا مشروعي، هذا مشروع فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، هذا المشروع الذي 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 يعني نعتقد أنه مشروع مهم. لكن خلي أقول ما يهمنا الآن هو أن نناضل جميعا من أجل إيجاد الدولة الضامنة، نستعيد الدولة الضامنة التي نستطيع من خلالها أن ندير مشاريعنا، والمشروع الذي يعني يحظى بقبول الناس والمشروع الذي ينتصر هو ما اليوم في ظل وجود ميليشيات لا زالت تمثل خطر. من يعتقد أن الخطر قد زال وهم، من يعتقد أن الأمور انتهت وهم. هذه الميليشيات، هذا التراكم للقوة الذي تراكم ليس خلال 33 سنة ولكن تراكم خلال فترة طويلة جدا، لا زال حاضرا، لا زال يشكل تهديد حقيقي على كل الوطن، لا زال يعني مشروع المحافظات المحررة سواء في الجنوب أو في مارب أو في تعز، وهي تناضل اليوم من أجل التحرير، وهي يعني خاصرة مهمة في خاصرة من يعني وحاضرة مهمة من حواضر الوطن أو في البيضاء أو في كل مكان حتى في صنعاء. مهم جدا أننا جميعا ندرك أنه إذا لم نسقط هذا المشروع، مشروع السلالي، المشروع الذي يريد يسيطر على اليمن، المشروع الذي لا زال يمتلك مقومات قوة كبيرة جدا ولا زال يشكل خطر، لا يمكن أي مشروع آخر أن ينجح. علينا جميعا أن نبذل كل يعني جهودنا من أجل أن نوجد هذه، نستعيد الدولة ونوجد الدولة الضامنة التي من خلالها ستطرح كل المشاريع. ولا يمكن أن يعني زمن فرض شيء على الشعوب لم ولا وانتهى، لا يمكن للناس إلا أن تقبل بما يتسق ويتفق مع يعني رغبتها ومع تضحياتها ومع إرادتها. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. نتذكر يعني نوفمبر، وأنا لست من الجيل الذي تشرف بأن يعني أنا مواليد 68، فبالتالي لم أتشرف ولم أحظى بشرف أن أكون موجود في هذه اللحظة الفارقة، لكن أعتقد مهم جدا ونحن نستذكر هذه التضحيات العظام، تضحيات الآباء. يعني أنا أعتقد جذوة ثوار أكتوبر وجذوة انتصار نوفمبر هي التي حررت عدن وحررت الضالع، هي التي لم تقبل بالضيم يعني عندما أراد أن يتكرر. علينا أن نحفظ ونستبقي في الماضي هذه الجذوة، من الماضي هذه الجذوة، لكن الأهم هو أن نقرأ دلالات هذا ذلك الماضي إيجابياته وسلبياته حتى نستشرف المستقبل. مهم جدا أن لا نعيش في الماضي، علينا أن لا نحيي الموتى. أحياء الموتى لا يمكن أن يكون جزء من توليد من 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 من, من المستقبل. لم أرى ناس وهم يقدموا تضحيات
من أجل المستقبل وهم يحيوا الموتى. علينا لا نحيي الموتى، هذا شرط مهم من شروط التقدم. علينا لا نعيش في الماضي ونتوجه نحو المستقبل. أنا لا أعلم كم منا، أنا بالمناسبة لم أقرأ هذه الوثيقة إلا عندما دعيت اليوم لإلقاء الكلمة، قلت خلي أبحث عن وثيقة الاستقلال التي قرأها الشهيد الفقيد قحطان الشعبي، والتي أعلن فيها قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. لا أعلم كم منا قرأ هذه الوثيقة، وثيقة الاستقلال، كم منا قرأ ما هي الأهداف العظيمة والكبيرة التي استرخص يعني أولئك العظام دماءهم من أجلها. هذه الوثيقة التي أعلن يعني الثوار بموجبها قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في 30 من بعد التوقيع 29 في 30 من نوفمبر. علينا ونحن نتكلم عن الماضي أن نقرأ ذلك الماضي وأن نصطدم بتلك تقييما، ليس بالضرورة التزاما، لكن أن نطلع على تلك القيم وتلك المبادئ والأهداف الكبيرة ونقيم تاريخنا ونقيم مستقبلنا. أعتقد مهم جدا أن نتوجه نحو المستقبل، مهم جدا أن نتوحد، مهم جدا أن نقبل ببعض. واقعنا صعب اليوم، ونحن إذا سألت ما هو الواقع اليوم، الواقع طبعا إذا قسنا بيوم بعد 21/9 يعني أو بعد 26/3 يوم ما قصفت الطائرات قصر المعاشير، ثم ابتداء قوات التحالف العربي بالانضمام إلى عملية إعادة الشرعية وتحرير اليمن، بين تلك الفترة اللاحقة وبين اليوم أكيد في فارق. أنا أتذكر أنا كنت في جنيف 1 في أول ما بدأنا المشاورات مع الانقلابيين يعني على قاعدة القرار الدولي 2016 وبإشراف المتحدة. أعتقد ذهبنا في أول وفد وكان برئاسة الأخ العزيز وزير الخارجية الأسبق رياض ياسين، وأنا كنت رئيسا للفريق الاستشاري، وكنا في أجزاء من مدينة عدن، كانت من بعد الجسر كانت كلها محتلة، وكنا في الضفة الأخرى فقط، وفي أجزاء من مال، والضالع كان وضعها يعني أفضل رغم أنها كانت محاصرة، وكان كل أجزاء الوطن شماله وجنوبه كان تحت سيطرة الانقلاب. حتى الألوية العسكرية التي لم تعلن كانت فعليا هي جزء من متماهية مع حالة الانقلاب. وأتذكر في هذه الفترة كنا يعني في لا نتواجد في أقل من 7-8% من الأرض اليمنية. اليوم نتكلم وقوات الشرعية موجودة في أغلب محافظات الجمهورية في النسبة الأعظم، نتكلم وقوات موجودة في علب وفي كتاف في صعدة، هناك ألوية موجودة في عمق محافظة صعدة، وبالتالي بالتأكيد أن الوضع بنواحي كثيرة أفضل، لكن هناك تحديات. هل الخطر انتهى؟ لم ينتهي، لا زالت العصبوية التي حكمت اليمن لعقود ولفترة لمئات السنين، ليس لـ33 سنة. الصراع كان مع تلك العصبية التي تعتقد أنها مركز مقدس، أنها تملك اليمن ويحق لها أن تملك اليمن. العقلية التي قالت حقنا هي هذه العقلية التي يجب أن نواجهها. ليست لدينا مشكلة مع أي يمني في أي مكان، الإنسان اليمني في أي مكان ليست لدينا مشكلة معه، من أقصى صعدة إلى أقصى المهرة. يجب أن تكون إشكاليتنا مع هذه الإرادة وهذا النفس. وأنا قبل شوية كنت أشوف في الفيديو الذي عرض لأحد آبائنا من 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 ثوار الحراك الجنوبي السلمي الذي اندلع وكان الشرارة الأولى للتغيير في 2007. من يعتقد أنه هذا الحراك، هذه العملية التغييرية ابتدأت فعلا بالنضالات التي قدمها الحراك الجنوبي السلمي في 2007، هو أول من رفع الصوت، وأول من واجه بصدور عالي هم أبناء القوات المسلحة من أبنائنا
في المحافظات الجنوبية وفي الجنوب من خلال يعني الحراك الرافض للظلم والرافض للهيمنة والسيطرة، والذي شكل تراكم كبير جدا لكل مرحلة التغيير اللاحقة التي حدثت. وهو يقول ويتكلم كيف كل اليمنيين كانت لديهم رغبة كبيرة بالمشروع الواحد، ثم كيف من انقلبوا هم يعني هذه السلطة، هذه المجموعة، هذا النفس هو الذي أحدث كل هذه الإشكالية. لا أريد أن أخوض كثيراً في التاريخ وفي السياسة، لكن أقول أن هناك إنجازات كبيرة تحققت. أعتقد خطوة نقل البنك المركزي إلى عدن أحد أهم الخطوات التي يجب أن نقرأها قراءة واعية. استكمال مؤسسات الدولة، تقديم الخدمات لكل اليمن، إعادة الألق لعدن كمدينة رئيسية بمطاراتها وميناها وبحركتها التجارية وبمؤسسات الدولة وبعودة السفارات إليها وبعودة المؤسسات الدولية، هذه مسألة مهمة جدا يجب أن نوليها كل اهتمامنا باعتبارها العاصمة المؤقتة الآن للجمهورية اليمنية. فيما يتعلق في الجالية، أنا أولا سعيد بأن يعني يكون لجاليتنا في شيكاغو هذا الحضور، هذا التجانس. أنا لاحظ أن هناك تجانس كبير جدا، وهذا مصدر قوة لأبناء الجالية. كما يقال يعني برودة العقل ولهيب الإيمان، لهيب الشباب وحكمة الشيوخ، يعني هذه مسألة مهمة جدا أن تتفاعل مع بعضها البعض. التجانس الموجود، القدرة المالية لدى رجالات الجالية من رجال الأعمال، هذا كلها عناصر قوة يجب أن نراكم عليها. التفكير بأن يكون العمل قائم على أساس مؤسسي، بمعنى أن نخرج من خارج العمل الخيري العام إلى عمل مؤسسي بشكل إنشاء مؤسسات سوفت باور، قوة ناعمة، الاتجاه نحو يعني ليس فقط، أنا أعرف الآن من خلال يعني اتصالي مع الإخوان هناك تركيز الآن على الجانب التعليمي، الحفاظ على قضايا الهوية المتعلقة بأبنائنا، لكن أنا أعتقد هذا المركز ممكن يلعب أدوار أكبر من ذلك بكثير. هناك قضايا كبيرة جدا يمكن أن أقول، أنا مع أحد الأول يعني الآباء كنت أتكلم قبل قليل، فتكلم قال يعني المغتربين، قلت ليس هناك مغتربين في أمريكا، في أمريكا هناك جالية، هناك جالية، أنتم معظمكم مواطنين أمريكا، مهم جدا لنا أن تكونوا ممكنين، مهم جدا أن يكون هناك في تمكين سياسي وتمكين اقتصادي لكم، ومهم جدا أن يكون الجيل الثاني والجيل الثالث منخرط كثيرا في التعليم. الجالية إذا ما ركزت على التمكين السياسي والحضور، أنا أتمنى لما بكرة أروح أقابل الممثلين في الكونغرس وفي يعني في مجلس النواب عن مدينتكم وعن ولايتكم يدركوا أهمية ثقل الجالية اليمنية، الجالية الجنوبية اللي موجودة هنا في شيكاغو. ولن يتحقق هذا الأمر إلا بمزيد من التمكين السياسي، العمل الحقيقي، وهذا سينعكس خيرا على مصالحكم الاقتصادية وعلى أنشطتكم وعلى كثير من القضايا. وهذا لن يتحقق إلا إذا انتقلتوا في مفهوم العمل الاقتصادي من مفهوم الدكان إلى مفهوم المؤسسة. مهم جدا أن ننتقل من مفهوم الدكان إلى مفهوم المؤسسة، يجب أن ندير أعمالنا بمفهوم مختلف. المركز ممكن يلعب دور كبير جدا في هذا الأمر. نحن في السفارة مستعدين للانفتاح كاملة وفتح قنوات مع كل المؤسسات التي يمكن أن تقدم خدمات دعم لكم. لذلك أنا أتمنى أن نعمل كثيرا في مسألة التمكين السياسي، في التمكين الاقتصادي، في قضايا التعليم وفي التواصل. التواصل بشكل كبير وإيجابي. أنا أكرر سعادتي بما أرى. أنا أكد لكم أننا في السفارة، السفارة منفتحة على كل اليمنيين دون استثناء. مرحبا بكم، يعني باختلاف ألوانكم وتوجهاتكم ومواقفكم، السفارة بيتكم الأول. نحن هنا لخدمتكم من السفير إلى أصغر موظف. هذا على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الشخصي أنا يعني أعتبرونا طوع البنان ابنكم،
يعني في كل ما يحقق خيركم فيما يسهل عليكم لن تجدون إلا معكم في كل القضايا المتعلقة. وأنا إن شاء الله سأبحث مع الأخ الأستاذ أحمد الوالي يعني فكرة تسهيل القضايا المتعلقة بمشاكل الجالية وفكرة إيجاد قنصلية فخرية هنا وغير ذلك من 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 القضايا. ونحن الآن في متعلق بالجوازات هناك إصدار آلي موجود في واشنطن يتم بسيادية عالية بشكل إلكتروني لا يتطلب الأمر أن تأتوا بإمكانكم أن تعملوا تراكينج وتتبع لحركة المعاملة بالنت يعني أو وفقا لأحدث ما موجود في دول العالم ستجدوه موجود لدينا. أكرر شكري وأكرر فرحتي وأنا أراكم متنوعين وأنا أراكم يعني رغم يمكن بعضكم لم يعني من سنوات طويلة لم يزور اليمن أو يعني لكن لازلت أرى يعني عيونكم تتلألأ بحب اليمن بعضكم يعني له فترة طويلة جدا لكن الوالد قال لي الصباح قال لي كم لنا لكن من رأسنا إلى أخمص قدمنا ونحن نعيش في البلد. وهذا طبعا هذا حال كل المهاجرين يعني اليمنيين في كل اصقاع الارض الارتباط بالارض والارتباط بذكريات الارض ويعني الحنين هذه مساله انا ابن مهاجر انا والدي كان مهاجر في الفتره الأرض اكثر من 40 سنه كان في افريقيا واعلم ايش يعني الحنين الى الوطن.